وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل للمرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي باب اللامات وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل ما ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل للمرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي باب اللامات وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل ما ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل للمرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي باب اللامات وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل ما ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل للمرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي باب اللامات وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل ما ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف بعد ممال لا مرقق وصف وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم وفي ذي الكسر خلف إلا صراط والصواب أن يفخما عن كل للمرء ونحو مريما وبعد كسر عارض أو منفصل فخم وإن ترم فمثل ما تصل ورقق الراء إن تمل أو تكسري وفي سكون الوقف فخم وانصري ما لم تكن من بعد يا ساكنتي أو كسر أو ترقيق أو إمالتي باب اللامات وأزرق لفتح لام غلظا بعد سكون صاد أو طاء وضاء أو فتحها وإن يحل فيها ألف أو إن يمل ما ساكن الوقف اختلف وقيل عند الطاء والضاء والأصح تفخيمها والعكس في الآي رجح كذاك صلصال وشذ غير ما ذكرت واسم الله كل فخما من بعد فتحة وضم واختلف
بعد ممال لا مرقق وصف.